على الرغم من حلول فصل الخريف. عاصفة غبارية أثرت في وقت سابق من الأسبوع على السعودية، وطقس العرب يدشن رسمياً أول منصة إقليمية للتنبيه المبكر من العواصف الغبارية. وفقاً للإحصاءات التاريخية، يتميز فصل الخريف في شبه الجزيرة العربية بأنه أقل الفصول حدوثاً للعواصف الغبارية، إلا أن هذا العام وبعد أيام قليلة من الاعتدال الخريفي يطل علينا فصل الخريف هذا العام بموجة غبارية تشكلت جنوب شرق الأراضي العراقية صباح يوم الأحد، تعاظمت في شمال شرق المملكة مع ساعات الظهيرة، واكتسبت في طياتها المزيد من الغبار نظراً لمرورها فوق أراض جافة ورملية وسط شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة حفر الباطن. وزحفت الموجة الغبارية إلى الجنوب وتوسعت لتضرب أجزاء من الشرقية والوسطى في ساعات المساء والليل، بما في ذلك العاصمة الرياض، وتدنى على إثرها مدى الرؤية الأفقية بشكل حاد في العاصمة، وصل إلى أقل من 800 متر. وفي ذات الوقت الذي كانت تتعرض فيه الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة إلى الموجة الغبارية، تكاثرت سحب ركامية على المرتفعات الشمالية الغربية لمكة المكرمة، وسرعان ما اتجهت غربا وسكبت أمطار الخير والبركة على الجنوب وجدة. وفي يوم الاثنين هبت رياح الصبا الجافة والحارة على مدينة جدة، وتسببت بارتفاع واضح على درجات الحرارة في المدينة، وصلت إلى حدود 45.5 درجات مئوية، متجاوزة بذلك جميع مناطق العالم. وفي خضم هذه الظروف وتزايد حالات الغبار إقليمية، كان لزاماً علينا في مركز طقس العرب إطلاق أول منصة إقليمية للتنبيه المبكر من الغبار والعواصف الرملية، كهدف هام للتكيف مع التحديات الكبيرة التي يشهدها مناخ العالم بأكمله، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.